الخير طلاب الأحبة، هدف هذا الفيديو How to form a quadratic equation knowing the roots. نحن عارفين الروتس، كيف نحدد الإيكويشن، هذا الهدف حنشتغل عليه سوا. Let us start by a quick review. فهذا مراجعة سريعة. عندي هذه الكوادراتيك إيكويشن تحت عنوان الدلتا أكبر أو يساوي زيرو. صار عندي روتس اللي هن يوجوالي مسمين X برايم و X دبل برايم، بالتالي صار فيي أحكي على جمعهم اللي هي ناقص B على A وضربهم اللي هي C على A. هذا الهدف تعلمناه قبل، عم نعمل له كويك ريفيو، مراجعة سريعة. كمان إذا عندي هذه الإيكويشن تحت عنوان الدلتا أكبر أو بيساوي زيرو، صار في إمكانية أحدد الروتس اللي هن X برايم و X دبل برايم. طبعا بنعرفهم، إذا دلتا أكبر ناقص B ناقص راديكال دلتا على 2A، نفس الشيء X دبل برايم بالإشارة زائد، إذا الدلتا إيكوال تو زيرو رول X برايم إيكوال X دبل برايم إيكوال ماينس B على 2A اللي هو تبع الرول. أكيد بنعرفه. المهم اللي بدي إياه ثبت عندك، إذا عندك إيكويشن والدلتا أكبر في إمكانية نحدد الروتس. هلا بالاتجاه العكسي conversely، هذا هدف العرض. اذا انا عندي روتس x برايم و x دبل برايم، كيف بقدر اوصل للايكويشن؟ pay attention to me. عندك الروتس، بالتالي معك جمع معك ضرب. احيانا بيعطيك جمع وبيعطيك ضرب كانه اعطاك اياه. هيدي هي الايكويشن اللي بدي برهنها بعد شوي. x سكوير ماينس s x بلس b ايكوال تو زيرو. هذا إعادة سريعة، مع الإيكويشن في يجيب الروتس، مع الروتس في يجيب الإيكويشن. هيدا الهدف اللي أنا قلت عنه عم يشتغل conversely عكسياً. Let us complete. فإذا مرة تانية تركيز على الهدف، how to form a quadratic knowing the roots. كيف نجيب الإيكويشن؟ نحن عارفين الروتس، قاعدة بتقلي بتسمي الأرقام أو روتس، numbers أو روتس، مهم برايم ودبل برايم. given S و P، يعني معك ال S وال P كأنه معك عندي نفس المبدأ اللي حكيت قبل. هذه هي الإيكويشن. كيف بدي برهنها؟ listen to me. كيف بدي برهن؟ X برايم وال X دبل برايم مجرد وجودهم certainly actually بالتأكيد لازم يكونوا روتس لهذه الإيكويشن. ليش لا؟ إذا بنضرب X ب X نحصل X سكوير. طب انا لما الايكويشن بدي اوصل لها هي ايكويشن من الدرجه الثانيه، يعني فيها اكس سكوير، يعني بيترتب علي اضرب هيدا الفاكتور بهذا الفاكتور. هلا يمكن صعبه، مش لا، بس هيدا الاصول هي. هلا اني واي البروف مش كثير مهمني على السريع. نضرب هاي بهاي هاي بهاي هاي بهاي، مهم هون بناخذ ماينس اكس كومن، يبقى اكس دبل برايم بلس اكس برايم. هيدي عباره عن مين؟ هيدي عباره عن اس، وهي عبارة عن مين؟ عبارة عن P. وصلنا لهم. And now the proof is finished. هيك انتهى البروف. هلا بدنا نبدأ بالتطبيق. بالتطبيق A و B و C نفس المبدأ، معك الروتس بدك توصل للإيكويشن. هيدي هي الإيكويشن in general. كيف بدي أوصل لها؟ بداية أنا بحدد الـ S، بعدين بحدد الـ P بكل تطبيقات A و B و C. Let us start. إذا عم استحضر الإيكويشن مع x برايم و x دبل برايم. أول شيء الـ s جمع، هذا الأول وهذا الثاني. same denominator so we add numerators. minus radical 13، radical 13 carry out، يبقى عندي 2 على 2 هي 1. حددنا الـ s حوقناها. بعد عندي الـ p، الـ p هي ضربة. هيدي direct application لـ a minus b a plus b، يعني هي a squared minus b squared. So it is equal to a squared وهيدي ال b squared. Square شو بيعمل بالراديكال؟ carry out، يبقى معي minus 12 على 4، أكيد هون 2 ب 2، يعني احنا بنضرب النيوميريتر بالنيوميريتر and denominator بالdenominator. When we multiply two fractions مهم minus 3، كمان حوقها ل p minus 3. هلا هيدي هي الجنرال فورم، بستحضرها هون. روح على التطبيق، S هي 1 لك ماينا 1، وال P هي ماينس 3. أكيد هون رتبها ماينس X بلس B ماينس ماينس 3. طبعا الطالب في إمكانية يكتب هاي دايركتلي، بس نحن عم نعرض الباوربوينت بنكتب كل الخطوات. في مباشرة الطالب يكتب هيدي الإيكويشن ريكوايرد، يعني المطلوب. التطبيق الثاني نفس الأمر كمان هون.
الاس كي بدي اجمع سيم دينوميترز ويعد هايدي وهاي كاري اوت زي الناقص نفس الرقم. أنا بيبقى عندي 4 أم على 2 simplify with left by 2 أم كمان لل بي كمان هون اضربهم عندي a ناقص b a plus b يعني a square minus b square. This expression here our enumerators here the product is a direct form of a minus b a plus b. So apply a squared minus b squared. Squared شو دوره بالراديكال؟ يلغي. لغينا الراديكال يبقى عندي 4m squared plus 1 واكيد 2 ل 2 4 هيدي الماينس بنضربها بالكال يطلع معي minus 1 over 4. هون بس بدي احكي شغله مهمه. في جزء من الطلاب ما بينتبه لهيدا البارنتسس بيطلع معه minus 4m plus 1 هيدي great mistake. تقول منيح هيدي الماينس اللي هون هي مضروبة بجواب كل هاي جواب كل هاي هي 4m squared plus 1 رد هيك مضطر اكتبها inside the parenthesis. ارجع اضرب الناقص بالكل الكالكوليشن كتير مهم غلط صغير بفوتنا بمتاهة انتبهوا لو سمحت مهم يطلع ناقص 1 حددنا ال P حددنا ال S هيدي هي الايكويشن لك وين ال S لك وين ال P هون بننصح انه نضرب الايكويشن بأربعة بس تضرب بأربعة هاي 4 هاي بصير 8 هاي دي ماينس عفوا هاي ماينس 1 اي ام سوري هاي دي ماينس 1 اوكي انه 4 و4 كاري اوت فاذا اللي بوصل لهون اكيد صح بس اذا بدي احكي من حيث الشكل وجماليه الفورم هيدي الايكويشن اجمل بالفورم بلا كسر. يرجع عندي هذا التطبيق هون انتبهوا شوي مختلف الشغل هون اعطيني ريليشنز تو ريليشنز بتوين ذا روتس اللي هو مسمين اكس 1 واكس 2 بيقول لي جيب الايكويشن ايه اكيد لجيب الايكويشن ايه بدي احدد الاس والبي الاس هي ضربهم عفوا جمعهم والبي هي ضربهم قبل ما ابدا الروتس هون اسمهم اكس 1 واكس 2 عادة بنسميهم برايم ودبل برايم بهذا التطبيق اسمهم اكس 1 واكس 2 طب كيف بدي اشتغل هون؟ شو عندي إمكانية أعمل؟ بوظف أول كونديشن بضرب نعمل expand هاي بي هاي وهاي بي هاي and so on ضربنا الكل هون في ملاحظة انتبهوا لها minus a minus b هي minus into a plus b لك لأعطيك typical example بالأرقام لنلعبها سوا بالأرقام إذا قلنا ناقص 2 ناقص 5 هي ناقص 7 أوكي؟ إذا قلنا هون 2 زائد 5 7 اضربها بناقص ناقص 7 شايف؟ شفت الصح؟ اذا هيدا هو الصح. اذا هون اذا الطالب بياخذ ناقص كومن وبيخلي هاي الاشاره ناقص، لا هيدا غلط كبير. انتبهوا لهاي. فاذا هون شو بنعمل؟ بناخذ الماينس 2 كومن، لكن بينت معي هيدي البي. شفت هالحركه البسيطه ماينس 2 كومن؟ وصلنا هون لمين؟ وصلنا لاس. يعني عمليا وصلنا لريليشن فيها اس وفيها بي. حوقناها. طيب هيدي وظفنا اول شرط وصلنا له، كمان بوظف ثاني شرط ثاني شرط اسهل ناخذ ماينس كومن مباشرة حصلنا على اس صار عندي 2p ماينس اس ايكوال 2. طيب عندي هاي وعندي هاي صار عندي سيستم اوف 2 انوز، الانوز تعوليتي بي واس بعملهم كولكت او جروب ترتيب. هذا الكولكت اللي عملناه ونروح بنحله بنكست سلايد. فإذا هيدا هو السيستم اللي حصلنا عليه. هيدا اور سيستم. ناو هاو تو سولف كيف بدي حل؟ في انا اذا بدي بستلم اول ايكويشن وبجيب البي بالنسبة لاس. فإذا هيدي هي البي 2 اس ماينس 5. حددنا البي. البي باي اتنشن تو مي، نحن جبناها من اول ايكويشن، هلا بنعوضها وين؟ بنعوضها بتاني ايكويشن. جبناها من الأولى بنعوضها بالتاني، عوضناها بالتاني هاي هي هون، فإذا حطينا بدل البي قيمتها، أكوينا هيدي البي بقيمتها، ضربنا جمعنا مهم، صارت الأس هي الدائرة. هلا إذا الطالب جبنا البي من أول إيكويشن، رجع بيعوض البي بأول إيكويشن، بيكون كمان فسر الماء بعد جهد بالمائي، رجعنا لمحل زيرو إيكوال تو زيرو، جبناها من الأولى بنعوضها بالتاني، جبناها من التاني بنعوضها بالأولى. نتس كومبليت. اكيد لما بنجيب الاس بدي كمل جيب مين؟ البي.
S equal 4 عوضها بهاي الإيكويشن لكوينان حط 4 بدلة مهم 2 ب 4 8 ناقص 5 هي 3 جبنا B جبنا S جبنا B ما تنسى هيدي الأساس لكوينان الإيكويشن هاي هي هيدي required يعني المطلوبة general حط كل شيء بقيمته هيك بنكون انتهينا.